طيب عندنا بقى سؤال او مجموعه قضايا ليها علاقه بوزاره التربيه والتعليم، والنهارده الوزاره اصدرت مجموعه من القرارات المهمه، فبالتالي في يعني ضوابط لحمايه الاولاد وحمايه هيئه التدريس وحمايه الاهالي. كان لازم ناخد قرار هدفه الوحيد هو توفير بيئه مناسبه للعمليه التعليميه. حضرتك اشرت النهارده انه عدد ايام التمدرس بتاعتنا مش كتيره، كفايه يعني مش كفايه مقارنه بدول اخرى، ممكن حضرتك توضح لنا ايه معنى دي؟ الثانويه العامه بدور اول وثاني، ولو عملنا فكره التحسين هيبقى اكتر من مره. عندنا بقى سؤال او مجموعه قضايا ليها علاقه بوزاره التربيه والتعليم، والنهارده الوزاره اصدرت مجموعه من القرارات المهمه بشان تحقيق ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس العام الدراسي 2021-2022. ويسعدنا ان يكون معنا معالي الوزير طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. مساء الخير مع الوزير. مساء النور دكتور معتز، ازي حضرتك؟ انا شاكر لحضرتك يا فندم جدا جدا جدا. الحقيقه مجموعه القرارات واضح انها فعلا هدفها انضباطي في المقام الاول، وهدفها من ناحيه تانية التخفيف على الطلاب. يعني انا بس استوقفني عده حاجات يعني اسال حضرتك فيها، مثلا وضع مواعيد محدده لدخول اولياء الامور لمقر المدرسه لانهاء الامور المتعلقه بذويهم الى اخره. ايه فندم الهدف من قرار زي ده؟ طبعا حضرتك يا فندم لاحظت الفترة الأخيرة قدر من عدم الانضباط أصبح وصل لمراحل يعني صعب السكوت عليها، ويعني احنا مش بنعمل حاجة جديدة، هو ده كان العادي. ما اعتقدش انه في وزارات أخرى حتى الناس بتدخل بهذا الشكل أو بتتصرف بهذا الشكل. طبعا أي مكان تعليمي له قدسية، لازم نحمي هيئة التدريس، لازم نوفر المكان المناسب للأولاد مع مدرسينهم بعيدا عن أي تشتت. يعني كون إن أولياء الأمور يخشوا المدرسة في أي وقت ويخشوا ويعطلوا سير العملية التعليمية أو يحتكوا بالمدرسين، ده طبعا شيء غير مقبول. ده زي ما تدخل على أي موظف عند مكتبه يعني. فالوقتي حصل منع لدخول أولياء الأمور بالكامل. هنعمل سيستم، نطلب مقابلة في وقت معين لهدف معروف في مكتب مدير المدرسة، إنما الدخول للفصول ممنوع، الدخول للحوش ممنوع، الدخول لأسماء. ليه؟ لأنه زي ما بالضبط الدكتور ما بيدخلش أهل العيان غرفة العمليات. فبالتالي في يعني ضوابط لحماية الأولاد وحماية هيئة التدريس وحماية الأهالي، وإحنا كمان في فترة فيها كورونا لا تسمح بدخول يعني بنطعم المعلمين ومهتمين بالاجراءات قدر امكاننا. ما ينفعش نتجمهر بالالافات ونخش زي ما حضرتك شفت موضوع نقعد في الديسك الاولاني، لدرجه ان في طفل للاسف الشديد يعني توفى بسبب حاجات. يعني تخيل لما تصل الفوضى لهذه الدرجه. فكان لازم ناخد قرار هدفه الوحيد هو توفير بيئه مناسبه للعمليه التعليميه. ده واحد. تمام. الموضوع الثاني موضوع التصوير. ايوه منع التصوير. ما اعتقدش ان يعني بص يا فندم ان انا اصور حد لازم اخد اذنه، انا ما اقدرش اصور حضرتك كده مفروض يعني. صح. اي دوله بتحترم حريه الاخر، انما ان انا اصور ولاد لهدف او لغير هدف او ادخل تاني جوه المكان التعليمي برضو ده غلط. في اساليب اخرى، لانه هنا الهدف لو كان اصلاحي فأنا أقدم شكوى والوزارة أي حاجة بتسمعها، وحضرتك عارف أي حاجة بنسمعها بنعملها قبل 24 ساعة. بنحاول قدر إمكاننا مع كل المعوقات، وبالتالي فكرة بقى إن أنا أستخدم وسائل ضغط وإن أنا أروح للسوشيال ميديا وأقعد أكبر قصص وأكدر الرأي العام عشان مشكلة شخصية تختص بابني أو بنتي، ده مش تمام. برضو تاني حضرتك تقدرش تخش وزاره الخارجيه للناس وتصورهم، او تخش الشهر العقاري وتقعد تاخد صور، وهكذا. في ضوابط في اي حته، وبالتالي للاسف في ناس اولياء امور وفي نفس الوقت بيستغلوا وظائفهم اليوميه في اتباع اساليب زي كده واستخدام السوشيال ميديا.
التصوير ودخول المدارس ممنوع طول عمره على فكرة، وكل اللي احنا بنعمله هو التنفيذ، ده مش قرار جديد، بس يعني الحقيقة وصلت الأمور لأشياء لا يمكن يكون في مدارس منتظمة في ضوء الحاجات دي. طبعا في ناس يعني انت عارف لا هم لها سوى الشكوى وسوى السخرية، وبالتالي هم مانعين التصوير عشان ما نكتشفش مش عارف ايه بتاع هذا الكلام. يعني بصراحة لن يغير من الأمر شيء، تصوير ممنوع والدخول ممنوع إلا بميعاد وانتهى الأمر. طب يا فندم، حكاية الفترة الثالثة بعد إذن حضرتك، إيه الهدف لا منها؟ ما هو هنا في سوء فهم يا معتز، إحنا ما قلناش في فترة ثالثة. أيوه. إحنا عندنا مشكلة حسابية مختلفة من مدرسة لمدرسة، إحنا ما قلناش حاجة للجمهور، إحنا بعتنا كتاب دوري داخلي، بس طبعًا برضو السوشيال ميديا نقلته. بتبتدي بقى تقرا جواب بلغه داخليه وتفهمه كما تريد. احنا ما قلناش، لو كنا عاوزين نقول في فتره ثالثه كنت هطلع اقول في فتره ثالثه، بس لا ما قلناش كده. ايوه احنا قلنا لمدير المديريه، واضح الكلام واضح اصله كمان، هو مكتوب، اهو يجادل مكتوب صح، يجادل يتولى الحلول مدير المديريه. المناسبه ايوه لتقليل الكثافه الطلابيه. في مدارس شغاله فتره واحده هو بيخاف ياخد القرار، مش عاوز يعملها فترتين، ما قالوليش. فقلنا له لا، بنقول له لا، لو عندك فترتين لازم تعملها يبقى تعملها فورا. لو انت عندك الحال في المدرسه اكس دي بس، انه لدرجه انك محتاج فتره ثالثه، فلك هذا الحق الاداري، وده مش سهل لانه محتاج جداول مختلفه وفلوس مختلفه، بس ده حاجة داخلية احنا بنقول له اداريا انت مسموح لك تتخذ هذا القرار بدون الرجوع الينا. لو كان في احتياج. طبعا لو كان في احتياج، ومدير المديرية هو اللي بيوافق على تشغيل المدرسة بنظام فترتين. واهم جملة في الموضوع ايه؟ مع عدم المساس بعدد ايام الدراسة والخريطة الزمنية، يعني لو كان الطالب لازم ياخد 100 ساعة في المادة دي يبقى ياخد ال 100 ساعة. ما تقسمش الاسبوع يومين وثلاثة، ما تعملش كده، ما تأثرش على المحتوى التعليمي، هنستخدم فترات. وهذا الكلام زي ما قلت حضرتك بيدي صلاحية لمدير المديرية انه يلاقي الحلول من غير ما يرجع لنا. ده الهدف منها، انما ما حدش بيقول المدارس هتبقى فترتين او ثلاثة، كل مدرسة هتتخذ القرار المتوازي مع مشكلتها، حجم مشكلتها. تمام. حضرتك اشرت النهارده انه عدد ايام التمدرس بتاعتنا مش كتيره، كفايه يعني مش كفايه مقارنه بدول اخرى، ممكن حضرتك توضح لنا ايه معنى دي؟ لا يعني حضرتك بتحط اللي بيعملوا المناهج بيبقى مستهدف ان الكتاب ده يتغطى المحتوى بتاعه في عدد معين من الحصص، كل حصه طولها كذا دقيقه، يعني انت بتبقى عامل حسابك على عدد ايام الايام دي داخل العام الدراسي، يعني في امريكا الايام لا تقل عن 180 يوم مثلا، احنا مصر ممكن نصفصف على نص الرقم ده. 90 يوم. يعني الطالب لما تقارن الطالب المصري او العام الدراسي المصري مع نظيره في نفس السن في امريكا فنلندا، هتلاقي ان احنا عدد الايام اللي بنروحها قليل. لان احنا عندنا اجازات كتيره قوي اثناء السنه، واجازه نص السنه واجازات يوم الخميس وحاجات كده، وبعدين كمان الصيف عندنا اطول كتير اللي بناخده من دول اخرى، 4 شهور وجزء من ده لا يمكن حله بسبب برضو الكثافات والارقام، لان احنا بنخلص سنوات النقل علشان المكان يفضى عشان امتحانات الشهادات العامه زي الاعداديه دور اول ودور تاني، والتعليم الفني دور اول ودور تاني، والثانويه العامه بدور اول وتاني، ولو عملنا فكره التحسين هيبقى اكتر من مره. فانت محتاج الاماكن، ضيق الاماكن مخليك مضغوط في المتاح ليك ان الناس كلها تندرس في نفس الوقت. فمشكله مركبه فبنحاول نتعامل معاها، فبالتالي بنقول يعني يا جماعه ما نقدرش نخسر من العام اللي هو قصير اصلا، وبالتالي هيبقى نسبه التحصيل بتاعت الطفل المصري في اي عام دراسي اقل من نص نظيره في اي دوله تانية. طب دكتور طارق، قضية ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات، هل الأمور دي لسه منطبقة ولا ده قرار تاني، ولا يعني حضرتك وضح لنا النقطة دي؟ لا هو القرار احنا قلناه وما غيرناهوش،
خالص. انا بس عايز افكر الناس تاني، قرار مصروفات الدراسيه اللي هو برضو ما لم ي... لا ليس جديدا ولا في تغيير عن السنه اللي فاتت خالص. قرار مصروفات الدراسيه ده قرار بيراعي الفئات الغير قادره بكامل انواعها، وفي اكتر من 12 فئه مكتوب منصوص عليها انها معفيه تماما بنسبه 100% من المصروفات. يعني كل اللي بياخدوا تكافل وكرامه، وكل الناس اللي هي تحت حد الفقر، والناس اللي ادوها لنا اللي ست بتاع التضامن الاجتماعي كلها، وابناء الشهداء طبعا، والمصابين، والمراه المعيله، و فالغير قادر قبل ما نتكلم عن المصاريف كنا اوريدي استثنيناه. فاحنا بنتكلم على الفئه القادره في هذه المجموعه وهي لا تزيد عن 35%. يعني انت عافي 65%. فال 35% فاللي بقى يدفع يعني المصاريف دي في حدود ال 300 جنيه في السنه. وبالتالي وليست ثمنا للكتب خالص ولا علاقه لها بها. دي اللي بندفع منها، وحضرتك تستطيع في هذا تسال وزير الماليه وتسال وزيره الصحه. بندفع التامين الصحي للطلبه، بندفع بها الانشطه، هي الفلوس الوحيده المتاحه عند المديريات لو هو عاوز يعين ناس بنظام الحصه، لو عاوز يعمل اي حاجه، لان الكلام ده مش موجود في الموازنات اللي عنده. فاذا والسنوات اللي فاتت كنا لا نستطيع تحصيل اكثر من 10% من هذا من هذه المصروفات. ليه يعني احنا شغالين عشان الناس ما بتدفعش. بتدخل الولاد وما بتدفعش. فبالتالي قلنا يا جماعه يعني احنا الفلوس دي هتديكوا خدمات اكبر. بتطلبوا مننا كل حاجه، وفي نفس الوقت المبالغ اللي هي نسبيا بسيطة، مش بسيطة في المطلق، ولكنها أبسط من أي فلوس بتروح في دروس أو في كتب خارجية أو في أنشطة أخرى، ويجب أن نعلم أهميتها. فده مبلغ يعني عارف أنت بتتكلم على 30 جنيه في الشهر أو أقل للفئات القادرة فقط. فربطه بالمصاريف هو محاولة لتحصيل نسبة أكبر من 10% عشان نحاول نسد عجز المعلمين، نسد عجز في الصيانات، و اللي هي الحاجات يعني اللي هتعود على الناس. هتنفق على المدرسه وعلى الطلبه، مش هتروح الوزاره مباشرة. يعني لا طبعا بتروح مباشره لهذه للمديريه مش لينا. فلازم احنا بنشرح عشان الناس تبقى متخيله. ايوه وده مهم جدا طبعا. يعني يا جماعه الفلوس دي عشانكم بس، انما التخيل ان الحكومه عندها فلوس لا تنضج، وانه كان لازم يبقى عنده. طيب انا بقول لك لازم او مش لازم، الفلوس مش موجوده. وبالتالي احنا زي ما حضرتك شايف محتاجين نبني، ومحتاجين نعين معلمين، ومحتاجين حاجات كتير جدا. نفسنا نصلح حاجات كتير قوي بس بالموارد المتاحه. فلما نبقى المسؤوليه الوحيده اللي بنقولها يا جماعه ادفعوا الكتب ثمنها فوق ال 1000 جنيه ملهاش علاقه بالمصاريف. ده مش ثمن الكتب خالص، دي مصاريف اداريه تقابل انشطه زي التوكاتسو والانشطه الرياضيه والموسيقيه والادوات بتاعتها والتكاليف تعيين ناس بشكل مؤقت والتامين الصحي زي ما قلت لحضرتك وصندوق رعايه اجتماعيه. كل ده جاي من 300 جنيه دول والمكتبات اللي في المدارس وخلافه. فلما ما تجيلكش الفلوس دي بتبقى في موقف حرج جدا على مستوى الجمهوريه. بس طيب. له تعنت ولا اي حاجه خالص. لا لا يعني مفهوم يا فندم. لا كده الصوره وضحت جدا. لا الحقيقه كده كلام فير. انت بتاخد يعني الوزاره او مش الوزاره، المدرسه بتاخد من الطلبه عشان تنفقوا على الطلبه يعني. طب دلوقتي يا فندم سؤال تاني له علاقه، هل الكلام ده يسري كمان على المدارس الخاصه؟ المدارس الخاصه ليها مصاريف. انا بتكلم عن المدارس الحكوميه اللي احنا العلاقه بين الكتب والمصاريف دي تعود على المدارس الحكوميه. المدارس الخاصه فيها مصاريف بقى بطبيعه الحال، فمش فكره جديده بالنسبه لهم. لا طبعا مصاريفها يعني، بس قصدي حكايه تسليم الكتب وربطها بالمصاريف لا ينطبق بالضروره على المدارس الخاصه. لا هو لازم يعمل كده لانه محتاج ياخد مصاريف برضه. يعني قصدي عليك هو كده كده بيعمله. طب كده كده بيقول يعني هو ينطبق يعني اذا من غير الوزاره ما تقصد، هو طبيعه الامور كده في المدرسه الخاصه. كل هو يعني اتفضل. لا يعني انا بس
مستغرب يا معتز، ما احنا بنبحث قضيه وبنصورها لا بنصورها بشكل غريب جدا، كما لو كان الطبيعي ان انا اخد خدمه باختياري وبفلوس وما ارضاش ادفعها، وبعدين ابتدي امارس ضغوط كما لو كان الطرف الثاني هو اللي وحش. لا هو بس بعض زمايلي يعني كلامهم كان عن انه المدارس الخاصه كان ممكن يقسطوا او حاجه، بس يعني مش هي. بص القضيه ذات طرفين، لو الطرفين يلتزموا بما تم الاتفاق عليه مش هيبقى في مشكله، بس في مدارس بتعمل تقسيط، واللي بيقسط بيدخل الاولاد وبيحطه كامر واقع بيدفع اول قسط وما يدفعش بعدين. بص حضرتك يعني ده بيحصل، مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم. يعني لازم نلتزم بما اتفق عليه. انما ادخل في المدرسه عاوز الخدمه وبعدين هفاصل في الفلوس، لا مش هينفع. كل الشكر لمعالي الوزير دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. وليا ملاحظه يعني